طلعوا من هون ما معهم ولا اي مونه، وعلى اساس انه خلال الطريق بوحده من الجزر رح يعطوهم هيدي المونه اللي تم شرائها، اللي هي حليب للاطفال، اكل ومستلزمات هن بيقدروا بيعوزوها يوميا. لكن الرحلة إلى قبرص التي لا تستغرق في الأحوال العادية إلا بضع ساعات طال أمدها، في غياب ربان محترف واعتماداً على بوصلة بدائية، انحرف المركب جنوباً وضل طريقه في البحر. تاني يوم شي الساعة 12 الظهر أو 1 الظهر كانت مقطوعة العبارة بالمياه الإقليمية، كنا مخلصين ميزوت على الأخير. كان طريقنا كلياتها غلط اجمالا، عطينا الطريق غلط، عطينا الاتجاهات غلط. بعرض البحر بينقطع المركب، بينقطعوا من المواد الغذائيه، بينقطعوا من حليب الاطفال، بتبلش المأساة. صارت حاله يائسان كثير قويه، اكل ما معنا، شرب ما معنا، تليفونات ما معنا. في اليوم التالي زار ملك الموت القارب. سفيان ابن السنتين لم يقوى على العطش والجوع ففارق الحياة. بعد يومين ألقى والده بجثته في اليم. شعور ما فيني وصفه، يعني لو توفى سفيان معي هون بالبلد ووضع عودي يمكن كانت أهين، بس هيك وضع كتير صعب، يعني لدرجة أنا اضطريت كبه المي كمان. هو اللي قالت لي انا اللي كنت محل سفيان ولا هو كان محلي، انه يعني بحس انا المذنب فيه. لو خليته هون وطلعت لحولي كنت بحس احسن. طالت المأساة على ظهر القارب بلا ماء ولا طعام ومن دون اي وسيلة اتصال لطلب النجدة.